على مستوى الابناء. على مستوى الاباء بقى بدانا في مدارس محو الاميه لان كتير جدا من السيدات في منطقه الدويقه دلوقتي مش متعلمين وعايزين يتعلموا. عملنا ورش للاشغال اليدويه للسيدات. بدانا ببرنامج مهم جدا اللي هو البرنامج اللي هو خاص بالبيئه، وده طبعا سيد المحافظ كان ليه دور كبير جدا معانا ان جت شركه تعمل نوع من انواع نموذج حي كيف تستطيع هذه المنطقه انها تكون نظيفه وخاليه من الايه من الكمامه. يعني مفيش عندنا صندوق كمامه في الشارع، في عندنا دلوقتي مجموعه من الاهالي اتعلموا انهم يشتغلوا نوع معين انهم يطلعوا يلموا الكمامه من المنازل. وعملنا محطه طبعا مش احنا يعني المحافظه مع الشركه مع الجمعيات اتعملت محطه المناوله فيها الميه وفيها الكهرباء وفيها الالات وفيها الاليات كلها الحديثه بتتنقل لها القمامه ما عندنا كناسين ده بيتم تدويرها بقى ولا ايه؟ تدويرها طبعا بتفرز في هذه المحطه اللي بنسميها محطه المناوله وبعد كده فرص العمل اللي اتخلقت دي يا سياده المحافظ بيستفيد منها سكان المنطقه نفسها الأهالي طبيعي نفسها. هو يعني تكمله لكلام الدكتوره مؤمنه عايز اقول ان الافكار الاساسيه اللي بتحكم مثل هذه المشروعات ان بيبقى المجتمع العشوائي المغلق اللي ما حدش بيخشه، لما بتيجي الحكومة والدولة والجمعيات الأهلية العملاقة الكبيرة زي الهلال الأحمر والرعاية المتكاملة وبتحظى بدفع قوي للسيدة رئيسة الجمعيتين بنركز على كيفية تطوير المفاهيم، لأن في المناطق العشوائية دي كل الشكاوى اللي احنا بنشكي منها كمجتمع بلاقي ان في تباين ما بين الاحياء الاخرى الاحياء الغنيه والراقيه وما الى ذلك وبين هذه الاحياء، بتلاقي ان في الولاد ما يروحوش مدارس بيشتغلوا في حرف، وطبعا بنخش بقى في القصه بتاعت عماله الاطفال وواله، بتلاقي اللي راح مدرسه تسرب من المدرسه، بتلاقي ان في بالنسبه للاب او العائل الاسره بنلاحظ ان في ظاهره البطاله والتبطل، تبطل إرادي والبطالة أحيانا تبقى غصبا عنه مش لاقي فرصة عمل. من ناحية الأم بنلاقي أن فرصة التعليم الأم ما خدتهاش، ممارسات ضارة كثيرة زي الزواج المبكر زي تعدد الزوجات زي ختان الإناث زيادة الإنجاب، كل المشاكل دي كلها أنت محتاج تغيرها ومحتاج تعمل، مش هتتغير بين يوم وليلة لذلك خلينا نتكلم في الأسس والفلسفة بتاعت التطوير. بنعمل جهاز بنسميه جهاز التنمية الحضرية، بيبقى هذا الجهاز أشخاص حكوميين يديروا العمل متخصصين مختارين، وبنصل في بعض المناطق لما بتستقر زي منطقة زينهم إن كل عمارة أو عمارتين أو ثلاثة بينتخبوا شاب يبقى هو ده بيسموه اللي هو مندوب بتاع المجاورة ممثلهم لما يحس إن هو بيدير أمور نفسه وبيدير أمور نفسه للصالح والفرص مهيئة، بيقول لنفسه أنا ما عنديش حجة أن أنا أتراجع عن السير في هذا المجال. دي يعني الأساس في هذا الموضوع. طبعا خلق فرص العمل بيبقى فرص عمل جديدة بجهاز التنمية الحضرية اللي هو يبقى من الجمعية ومن المتخصصين وفي عنصر من المحافظة يبقى موجود للإدارة ويبقى له مكان بيشوف مثلا أن في امرأة لو أنها مثلا خدت فرصة عمل صغيرة وقرض من الصندوق الاجتماعي أو قرض من جهاز تشغيل الشباب في محافظة القاهرة يبقى ممكن حياتها تتبدل. هي بتحس أنها عنصر أصبح منتج في المجتمع، ما هياش عنصر سلبي، ما هياش محتاجة أنها أو هو يعني اللي عايش عايز ملامح النتيجة دي. يعني احنا ابتدينا دلوقتي احنا بنتكلم عن 10,000 وحدة لكن كان في مراحل في مراحل قبل كده سكنت بالفعل وتعمل لها البرنامج ده فبدأنا تؤتي أكلها. أيوه. إيه اللي حصل؟ يعني إيه الملامح اللي حضرتك تقدر تقولها؟ طيب سؤال سؤال حلو قوي. لا اتفضل سؤال كويس. أنا هقول بسرعة وحضرتك تكملي. يعني بتلاقي لما نيجي نعمل قياس للتسرب من التعليم بلاقيه قل. لما تيجي تشوف الإقبال على محو الأمية بتلاقيه قل. لما بتشوف آسف ازداد. لما بتشوف مثلا فرص العمل اللي اتخلقت والناس اللي بدأت تقبل عليها بتبقى زادت معدل الجريمة ومعدل الجريمة بيقل قطع. وبعدين طبعا مجتمع الدويقة
قد يكون الوقت ما زال مبكرا بعض الشيء للحكم النهائي طبعا. لكن المؤشرات المبدئية عن دولات كده، لكن لما اروح لمجتمع زي زينهم، وزينهم مشروع كبير يعني زينهم اختتم في العام الماضي في مايو 2009 والدويقة في سبتمبر 2010، مشروعين كبيرين جدا زائد شوية مشروعات صغيرة جنبهم، وفروا الحياة دي ل 15,000 أسرة وهذا عدد من الوحدات السكنية والأسرة طبعا. بنتساءل يعني عن 15 في متوسط 4 أو 5 5 يطلع 85,000. لسه النهاردة كان السيد وزير الإسكان بيضرب مثل بالمدينة اللي أصابها الزلزال تعدادها 80,000، فكانك أنك أنت في ظرف 4-5 سنين بتغير وجه الحياة ل 85,000 مواطن، يبقى ندرك حجم الإنجاز ده قد إيه. طبعا احنا بنقول هذا الكلام ليس يعني استعراض لأنجزناه قد إيه، لكن بنقول للناس اللي بتستمع، وبنقول للمجتمع والناس اللي لسه الدور ما أدركهاش، نحن سائرون في طريق صحيح، وبإذن الله كل الجهود مهيئة وكل الجهود مشحوزة جيدا من أجل أن احنا نستطيع أن احنا نطور. أنا هرجع لحضرتك نتكلم على الخريطة العامة للعشوائيات في القاهرة وحنعمل إيه في الفترة الجاية، لكن حضرتك عندك تكملة لفكرة اللي هي القياس المؤشرات. طبعا المؤشرات حضرتك احنا بنعمل مؤشرات بحقه حقيقي يعني بقياسية 100%. طبعا احنا دلوقتي بنتكلم على مجتمع كان بدأ من 2004، احنا لقينا فعلا زي ما سيادة المحافظ قال ان التسرب في المجموعة الاولانية دي قليل جدا، عمالة الاطفال قلت عن مكانة مبتدئة لما جم سكنوا هذه المساكن، الاقبال من السيدات على انهم ياخدوا قروض عليت، ان المحال التجارية اللي المحافظة عملتها في هذا المكان ابتدت تشتغل وبيشتغل فيها الاسر مش بيشتغل فيها فرد واحد، فكل دي مؤشرات على انها الناس بدأت تغير مفاهيمها. نيجي بقى على المجموعة اللي عندنا احنا الجداد اللي هم من 2006 لحد 2010، هنبدأ ان احنا نشوف كمان مش بس ان احنا بنقول لحضرتك ان الوقت فصول معهد الأمية بقت كانت بتشتغل الصبح، بقت بتشتغل الصبح وبالليل، البرامج الكمبيوتر علشان الشباب اللي عايز يخش ياخد في الكمبيوتر عشان يجد فرص عمل اكتر زادت، ان الشركة زي شركة ارتقاء دي اللي هي بتشتغل يعني لما الكمامة بدأت اول حاجة بستين وظيفة للمجموعة الزبالين اللي هم بيطلعوا البيوت، غير مجموعة الكناسين اللي هم بيكنسوا 23 كيلو. احنا بنتكلم حضرتك هي المنطقة دي الشوارع الاساسية والفرعية بتاعتها بتمثل 23 كيلو، مساحة كبيرة، مساحة كبيرة، احنا اكثر من 90,000 متر فحضرتك يعني يعني فطبعا دول جالهم فرص عمل. دلوقتي عندنا محل تجارية في كل الأماكن بدأت برضه محل تجارية، عندنا منطقة تجارية ولا العمارات هي اللي فيها؟ لأسواق، معمول أسواق تجمعية طبعا علشان تبقى، ما احنا عايزين نحافظ على البيئة فدي حاجة مهمة جدا، علشان وعايزين نمنع ان يبقى في مثلا تربية للدواجن في البيوت، كل الحاجات دي دخلناها. لان انا الان لسه كان في حد بيكلمنا حضرتك بموضوع المحلات ده في الجيزة في هضبة الأهرام وفي خوفو وفي خفرع، كانت العمارات مبنية وفي مناطق تجارية، اللي حصل ان الناس دخلت حولت الدور الاول الى محلات تجارية، فبقت في حالة من العشوائية في مناطق جديدة كانت مشروع لسه يجب انه يحافظ على شكله. دي من اهم النقط اللي احنا بنحاربها، سواء ان على الحي القانون بيمنع ده، مش كده القانون بيمنع له ضوابط يعني، والمنسقين اللي معانا اللي هم الشباب اللي هم الشباب اللي هم بيشتغلوا اللي هم بيخشوا الاسر دي الترجمان ده المول، ده مول ضخمه ده كانت عشش الترجمان عشش الترجمان بقت زي ما يكون مطار دلوقتي فشوف حضرتك، فبرضه نفس الحكايه المنسقين الناس اللي هم ماسكين المجاوره او العمارات النهارده بيوصلوا لنا اي معلومه، فاحنا بنروح على طول مع الحي وبنعمل نوع من التفاهم، ان احنا مش عايزين برضه يبقى في نوع من انواع الاجبار، بناخد نوع من التفاهم. نفس الحكايه السيد المحافظ برضه احنا عارضين عليهم دلوقتي بعض الطلبات بتاعه الناس لمزيد من المحل او الورش هيعملوها، بس لازم تبقى كلها بالمواصفات الايه المظبوطه، عشان ما نقدرش نيجي على هذا المجتمع اللي بقى نظيف وبقى فيه بيئه نظيفه وفي سماء صافيه احط له ورشه مثلا تطلع له حاجه فيها تاني اي نوع من انواع التلوث. تمام. فكل الحاجات دي مراعاه برضو ان المناطق اللي بين العمارات هتبقى زي ارض
للفضاء دي يقعدوا فيها الناس علشان ما يبتدوش يتكلموا من الشبابيك. لازم ينزلوا عشان يبقى فيه نوع من انواع المزج بين الشباب ويتكلموا ويبقى عليهم حرية. ممكن جدا في القريب العاجل يبقى عندنا سينما مفتوحه في هذه المنطقه. ده لازم برضو. ده لازم. احنا عايزين دلوقتي المركز الشباب موجود يعني في قاعه سينما. في قاعه سينما وفي دلوقتي طبعا الخمس يعني ساحات الرياضيه المفتوحه اللي عملتها وزاره الدفاع طبعا دي كلها هيستمتع بيها الشباب بتوع هذه المنطقه. هذا الحي ما كانش عنده حاجه زي كده طبعا. النهارده عنده دار مناسبات في منتهى الجمال يعني قاعه احتفالات ويقدروا يعملوا فيها الافراح بتاعتهم عشان تبدا التغيير المنهج والنهج الحياتي العادي ويبتدوا بقى هم يتمرسوا هذا ويستفيدوا من هذه. طبعا احنا عندنا مجمع مدارس طفوله ده حاجه شكلها جميل. ده المركز الصحي وهيبقى فيه مستشفى كمان مركز خدمة المرأة. ده كلام كويس قوي. هو التكامل يا أستاذ خيري في المشروعات دي بيمنع الظواهر اللي حضرتك اتكلمت عنها. يعني أنا لو إن أنا سكنت ناس في عمارات وما هيأتش فرص عمل طبيعي إن يفتح. طب في مسرح مكشوف كمان. هل المسرح ده بيستغل؟ لا طبعا. طبعا يعني دكتور أحمد مجاهد قصور الثقافة لازم يبقى فيه. والله نرحب بإقامة أي نشاط عليه. بوجهها للدكتور أحمد مجاهد وهو نشيط جدا ومتأثرش. طبعا لازم يعمل عروض في المسرح ده للناس. احنا على فكرة على طول بعد العيد عندنا حفلة هتتعمل في قاعة الحي. طيب. الحفلة دي من ممثلين الولاد يعني الشباب الحي دويقة. ده رائع. طيب فاضل عندي أتكلم عن التكلفة، دور المجتمع المدني، مستقبل العشوائيات في مصر، بس هستأذنكم نطلع فاصل ونرجع تاني.